وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة بمشاركة كافة قطاعات الوزارة لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الانتشار الأمني على كافة المحاور والمقاصد السياحية والمتنزهات والارتكازات الأمنية أمام المنشآت المهمة والحيوية. مؤتمنون على حماية أمن وسلامة المواطنين. خطة أمنية متكاملة تشارك في تنفيذها كافة قطاعات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك. انتشار أمني على كافة المحاور والمقاصد السياحية والمتنزهات. ارتكازات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية. غرف عمليات للتعامل مع الطوارئ وضبط المخالفات خلال فترة العيد. تواجد أمني فعال في ربوع البلاد لبس الطمأنينة في نفوس المواطنين. فأمن المواطن رسالتنا.